معكم الأستاذ عبد الحق الصاين، الكاتب العام للفدرالية الجهوية للفروتية التقليدية ورياضة موريدة بجهة طرباس لا قنيطرة. إذا هذا احنا بصدد تنظيم المهرجان الأول للفروسية، ولكما تلاحظوا الإخوان كل شيء أنه دايز في أحسن الظروف. عندنا تقريبا 36 صربة من على صعيد يعني خصوصا على من جهة من عمل الصخرة التمارة، وكاين سرب جاي واحد السربة جاية إن شاء الله جاتنا من سيدي قاسم، وسربة جاتنا من الرباط، وسربة أخرى ديال البنات ديال العيالات أو النساء. المهم الجمهور غفير، واخا النهار الأول الجو هائل، كل شيء ناشط. من هذا المنبر تنشكروا السلطات الإقليمية وعلى رأس السيد الوالي والسيد رئيس قسم الشؤون الداخلية والسيد رئيس الدائرة والسيد رئيس الملحقة الإدارية الثانية بتامسنا. هذا المهرجان اللي تنظم لأول مرة من طرف الفيدرالية، فتعرف واحد النجاح كبير، وحضور ديال الجمهور، حضور جمهور كبير، جمهور كبير كبير لواحد الدرجه ما تصورش على البال. الموالي الخاين ناشطين وكل شيء بخير وعلى خير، ونتمناو الحمد لله انه ينجح احسن يعني نجاح كبير. وتنشكروا السي مصطفى بالاذاعه ديالو ديال بير بريس، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هذا اليوم الافتتاح تم الافتتاح، الحمله شاركت 35 صربه، و35 صربه فيها يعني تسليمه وفيها ثلاثه القرصات، وهذا يدل ان دل على شيء انما يدل على يعني الوعي ديال الصرب المشاركه والجمهور المتعطش لهذا التراث، وهذا التراث لانه اللي افتقدناه طيله السنه. فمرحبا بضيوفنا الكرام، وان شاء الله اليوم ما هو الا الافتتاح، وغدا ان شاء الله غتستمر اطلاق البارود الجمعه والسبت. نسالكم الدعاء. وبدوري كنشكر المنابر الاعلاميه الجاده اللي عارفه الحقيقه وعرفت بانه هذه الفيدراليه يعني منظمه هذا المهرجان بالماليه الذاتي، كل صربه مساهمه في الريب في يعني في الحساب البنكي للفيدراليه. واليوم كتشوفوا هاد الفرحه وهاد الناس اللي كانت مضيومه ومغمومه مول العود والفراج، وكتشوفوا يعني حضرات من كل اقطاب المغرب من كل المتعطشين، وكتعرف بانه يعني التبوريده عندها واحد الجمهور عريق، واحد الجمهور كبير، واحد الجمهور راه ما يمكنش يمشي هذا الشيء يتبع مثلا التبوريده عن طريق التلفاز ولا لا، الا ما جاش هنا وما شبت الغبره وما ريحش وما كانش واحد التعارف، فراه يعني هذا هو اللي كان ناقصنا. والحمد لله اليوم السلطات مشكوره في شخص السيد الوالي، والي يعني على الثقه اللي داروا في هذه الفيدراليه باش ترخصوا لها، والسلطات يعني الاقليميه والمحليه. الشيخ مصطفى اللي في الحقيقه كنلقاه دائما بجنبنا وتيواكب جميع التظاهرات سواء كانت في المجالس او لا في تظاهرات بحال هذه، اللي في الحقيقه هذا الشيء كيتلج الصدر، لان هذا التراث اللي هو مصنف في اليونسكو اليوم ترجعوا لهذا واحد الاصاله والمعاصره، لان هذا الشيء كان تقريبا غادي ينقرض، ولكن الحمد لله اليوم تلقوا شبان راكبين يعني كيتبوردوا. اذا هنا كنشكروا الناس المنظمين الفيدراليه برئاسه السي مرشيش اللي في الحقيقه كيمدل واحد المجهود جبار، وكنشكر السلطات المحليه على راسهم السيد الوالي اللي في الحقيقه باق هذه المبادره هذه. نتمنى خير ان شاء الله، وهذه اول مهرجان وان شاء الله غادي يبقى يستمر واحد العدد ديال الجمهور تبارك الله، اللي هذا الشيء نهار على نهار كيزيد يتزاد الناس المتفرجين. فهنيئا هنيئا هنيئا للفيدراليه، ونتمنوا لها تبقى دائما متفوقه ان شاء الله، وكل شيء ان شاء الله غيدوز بخير. وشكرا للسلطات المحليه والاقليميه والناس اللي واقفين على هذا، وشكرا للاخوان ديال المنابر الاعلاميه اللي كيواكبونا كل الوقت. شكرا.
ما تنساوش تابوناو في لاشين وتأكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بيلبريس وتبارطاجيو مع صحابكم.